رعى سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء حفل افتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الذي أقامته الوزارة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والضيوف من داخل مملكة البحرين وخارجها. بهذه المناسبة صرح سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة بالتصريح التالي: يسعدني أن أرعى هذه المناسبة التي يتم فيها افتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية الذي يأتي في إطار مسيرة التحديث والتطوير التي شهدتها وتشهدها الوزارة منذ تأسيسها قبل 5 عقود لتكون الأداة التنفيذية لسياسة البحرين الخارجية في محيطها الإقليمي والدولي وإقامة علاقاتها الدبلوماسية مع شقيقاتها الدول العربية ودول العالم وتمثيل البحرين في المنظمات الإقليمية والدولية ومشاركاتها في الاجتماعات والمؤتمرات التي تتم في إطارها بالإضافة إلى رعاية مصالح الدولة ومواطنيها من خلال سفاراتها وبعثاتها المعتمدة في الخارج. إن عملية التطوير والتحديث لمواكبة كل جديد في العالم الذي نعيشه تستوجب البحث في السبل والوسائل التي تسهم في الارتقاء بالأداء والعطاء لكل مؤسسة وكافة منتسبيها. يأتي في مقدمة هذه العوامل إنشاء معاهد التدريب في مجالات العمل المختلفة، وأن افتتاح المقر الجديد للمعهد الذي يأتي في هذا السياق هو إضافة لما شهدته وزارة الخارجية ومنذ إنشائها من برامج ومبادرات لتطوير أداء منتسبيها من خلال الابتعاث في دورات دبلوماسية والمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولجانها المختصة وحضور المؤتمرات والاجتماعات والعمل في سفارات وبعثات البحرين في الخارج. بهذه المناسبة يسرني توجيه الشكر والتقدير لمعالي الأخ الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على ما قام ويقوم به من جهود لتطوير عمل الوزارة وإعداد دبلوماسيها ومنتسبيها للقيام بالمهام التي توكل إليهم بكفاءة ونجاح، متمنيا للقائمين على هذا المعهد التوفيق في تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ولما فيه خير وصالح وطننا العزيز الذي نعمل جميعا لعزته ورفعة شأنه. في بداية الحفل ألقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية كلمة أعرب فيها عن خالص الشكر والامتنان لسمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة على تشريفه بافتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي ورعايته الكريمة للحفل ودعمه المتواصل والكبير لوزارة الخارجية، مؤكدا معاليه أن هذا ليس بغريب على سموه، فهو من أسس الدبلوماسية البحرينية وستظل بصماته وإسهاماته في إرساء دعائمها وثوابتها وفي تطوير وزارة الخارجية وإعداد كوادرها خالدة، وأن مواقف وسياسات سموه ستظل محفورة في ذاكرة هذا الوطن ومدونة في تاريخه. رحب معالي وزير الخارجية بمعالي السيد عمرو موسى ومؤكدا أنه رمز من رموز الدبلوماسية العربية وصاحب الصولات السياسية والدبلوماسية على الأصعدة العربية والإسلامية والدولية، سواء كوزير لخارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة أو كأمين عام لجامعة الدول العربية لسنوات كان لها فيها الكثير من المواقف الحاسمة والداعمة لقضايانا والتي ما تزال تؤثر في حاضرنا وتشكل نموذجا يحتذى في العمل الدبلوماسي وخدمة المصالح العربية، معربا معاليه عن شكره لمشاركة العديد من الشخصيات الدبلوماسية المشهود لها بالكفاءة العالية والجهود الدؤوبة في هذا الحدث. أثنى معالي وزير الخارجية على جهود جميع القائمين على هذا المعهد لما وضعوه من أهداف استراتيجية طموحة ستجد كل الدعم والاهتمام. أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة عن ثقته في أن هذا المعهد سيكون منارة علمية سياسية ودبلوماسية بما يدعم السياسة الخارجية لمملكة البحرين ويرفدها بالخبرات القادرة على الحفاظ على ثوابتها ونهجها القائم على الانفتاح والتفاعل والتعاون المشترك الذي يحقق مصالح الجميع. أضاف معالي وزير الخارجية أن الاستراتيجيات المتقدمة والمتكاملة التي وضعها المعهد كأساس للعمل سيكون من شأنها إعداد قادة الغد في مجال الدبلوماسية وفق أعلى المعايير الأكاديمية وأرقى البرامج العلمية وأحدث التدريبات العملية والتطبيقية وصقلهم بالمعرفة المطلوبة والمهارات الدبلوماسية. من جانبه أشاد معالي السيد عمرو موسى وزير خارجية جمهورية مصر العربية وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بدور وجهود سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة، مشيرا إلى أن سموه عاصر أجيالا من الدبلوماسيين المصريين ووزراء خارجية جمهورية مصر العربية الذين يجلونه ويحبونه، وعرب عن خالص التهنئة
لمعالي وزير الخارجية على افتتاح المقر الجديد للمعهد الدبلوماسي، مشيرا إلى أن المعهد يعد من أبرز المعاهد التي تعد الدبلوماسي البحريني الذي يستعد لتولي المسؤوليات والدفاع عن بلاده. وقد تطرق السيد عمرو موسى في حديثه إلى مؤتمر حوار المنامة، مؤكدا أن حوار المنامة يعد مؤتمرا مهما، حيث ضم حضورا ضخما من سياسيين واقتصاديين وإعلاميين من مختلف قارة العالم، منوها إلى أن مؤتمر حوار المنامة هذا العام جاء وسط أحداث مفاجئة وفيها الكثير من السلبيات والمخاطر وفيها الكثير من الأفاق المستقبلية، مؤكدا على أهمية وضرورة حل القضية الفلسطينية. كما تطرق إلى تغيير المناخ وأثاره إقليميا ودوليا، وناقش في محاضراته على ما يسمى بصراع الحضارات أو حوار الحضارات وأثار ذلك على العلاقات الدولية، مؤكدا على أهمية قيام نظام عربي جديد يركز على الهوية وتحقيق المصالح المشتركة فيما بين الدول العربية.